أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من تحت الضوء. ما أسباب اندلاع تظاهرات تشرين في العراق؟ وكيف تعاملت معها حكومة عبد المهدي؟ وما أثر استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي على سير تظاهرات وزخمها؟ ولماذا يحاول بعض المشاركين في العملية السياسية ركوب موجة التظاهرات؟ هذه المحاور مشاهدينا الكرام نسلط الضوء عليها ونبحث في ثناياها وتداعياتها، وسيكون معي في الاستوديو السيد نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. نشاهد معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. مع الساعة الأولى لتظاهرات الجمعة بدا واضحا أن ثمة جديدا فيها، فكانت نوعية الشعارات واللافتات المرفوعة التي خلت من صور الرموز الدينية أو السياسية، فضلا عن مشاركة العنصر النسوي بكثافة فيها من خارج دائرة الناشطات المدنيات، بل بدا واضحا وجود نساء عراقيات بالزي الشعبي المعروف بأعمار متفاوتة، وتصدرهن الحديث مع المتظاهرين والمشاركة في ترديد الشعارات. منذ العاشرة تسجل يعني رمي رصاص على المتظاهرين، وسجلت حالات إصابات كثيرة والإسعافات تنقل، ولا زالت الأصوات إذا تسمعون أصوات السيارات الإسعاف تنقل من خلف الجسر من منطقة الخضراء. وعلى خطى التظاهرات السابقة خرج المتظاهرون بسلمية، وكعادتها استخدمت القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة بغداد، والذين توزعوا على ساحات التحرير والطيران وفوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء. العشرات من الشهداء سقطوا وأصيب نحو 2000 آخرين خلال يوم واحد من التظاهرات المستمرة، الأمر الذي يعكس حجم آلة القمع الحكومية التي استخدمت في التعامل مع المتظاهرين، إلا أن السلطات الحكومية وقادتها الأمنيين اتهموا كما في كل مرة من سموهم المخربين والمندسين باستغلال التظاهرات وتنفيذ أعمال القتل فيها. وعلى ما يبدو فإن الأعداد التي سقطت خلال تظاهرات الجمعة تنسف جميع روايات الحكومة بعدم معرفتها بالمتسبب بقتل المتظاهرين، بما في ذلك تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات الهزيل، حيث أن الجاني أصبح معروفا كما كان سابقا، لا سيما بعد توثيق إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين في العديد من المقاطع المصورة. تظاهرات الجمعة جاءت دامية على خلاف التعهدات الحكومية التي أطلقها عبد المهدي بالحفاظ على المتظاهرين وضمان سلامتهم، فكيف ستبرر الحكومة قتلها العشرات خلال يوم واحد بعد أن استهلكت جميع مبرراتها؟ ومن ستقيل هذه المرة لإبعاد التهمة عنها وعن ميليشياتها؟ أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الأستوديو. مساء الخير حضرتك. وعبر سكايب السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، مرحبا بك أستاذ مصطفى كامل. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ مصطفى. أبدأ معك أستاذ نظير، كيف تراقب سير التظاهرات؟ التظاهرات يعني ما أراه أنها اليوم لا يشبه البارحة، وبالتأكيد سوف لن يشبه الغد، يعني كل يوم التظاهرات يكون فيها شيء جديد واتساع أكبر وتصعيد أكبر. وطبعا هذا لا يقتصر على المتظاهرين فقط، إنما على الطرف المقابل الذي يقمع هذه التظاهرات كل يوم هو يحاول أن يصعد في مستوى العنف الذي يستعمله ضد المتظاهرين. لكن الملاحظ على أن هذه التظاهرات، أن كل الوسائل التي اتخذها يعني النظام والسلطات وميليشياته في ضرب هذه التظاهرات إلا أنها لم تفت بعدد المتظاهرين، بل العكس، إنما أصبح هناك توسع في أعداد المتظاهرين، والشيء الأهم من ذلك أن هناك توسع في جغرافية التظاهرات، يعني بدأت تلتحق مناطق لم تكن في بداية الانتفاضة قد شهدت خروج تظاهرات، الآن بدأت تخرج في تلك المناطق. والشيء الأهم من ذلك كله
أن التحاق شرائح مجتمعية جديدة الآن في هذه التظاهرات، لم تقتصر فقط على الشباب الذين يبحثون عن العمل أو الشباب الذين يريدون يجدون فرصة لحياة كريمة فقط، لا، إنما بدأ يلتحق فيها الشرائح التعليمية والشرائح المثقفين وحتى شرائح الفنانين، بل وصلت إلى مرحلة أن تلتحق فيها النقابات المهنية والنقابات التعليمية، كلها مصرة على هدف واحد بأن لا يعني إمكانية لإصلاح هذا النظام، إنما إزالة هذا النظام هو الحل الأمثل للحالة التي يمر فيها البلد. أستاذ مصطفى كامل، من وجهة نظرك يعني بالحديث عن أسباب اندلاع التظاهرات كما هو معروف الآن، يعني ما كانت حكومة عبد المهدي تحدثت قبل يومين عن أنها من حق الشعب العراقي التظاهر بشكل سلمي، وأن هناك قوات لحفظ النظام ستكون متخصصة بالتظاهرات غير القوات المسلحة، ولكن نلاحظ استمرار عمليات استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وازدياد أعداد الشهداء إضافة لشهداء التظاهرات التي سبقتها. كيف تنظر إلى بداية اندلاع هذه التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وكيفية تعامل حكومة عبد المهدي معها؟ يعني لم تكذب هذه العصابة التي يتزعمها عادل عبد المهدي في أنها أوجدت قوات خاصة لمكافحة الشعب وليس لمكافحة الشغب. هذه هي القوات التي أوجدتها مؤخرا وسمتها قوات حفظ النظام أو ما شابه. هذه قوات مخصصة للاعتداء على المتظاهرين ولقمعهم، ورأينا مستوى الإجرام الوحشي الذي تعاملت به هذه القوات الجديدة كما يقال مع المتظاهرين، وأصبح الرمي مباشرة على رؤوس هؤلاء المواطنين المنتفضين المطالبين بحقوقهم وعلى صدورهم، وبالتالي ازدادت هذه الأعمال الوحشية التي جوبها بها المنتفضين. وأيضا هذا يعني بالحقيقة لم يؤثر على هذه المعنويات الهائلة التي يتمتع بها هؤلاء الشباب وحتى النسوة أيضا والكهول الذين خرجوا، بل وحتى الأطفال الذين خرجوا في هذه الانتفاضة في هذه الجولة الجديدة من الانتفاضة الشعبية العارمة التي أصبحت الآن على مساحة جغرافية أوسع، حيث شملت أحياء جديدة من بغداد ومن المحافظات، وأيضا تحولت من مجرد انتفاضة واعتصامات إلى حالة العصيان المدني وحالة الاعتصام الطلابي، وهذه هذا تطور بالغ الأهمية في الانتفاضات. الجميع يعرف أن دخول الانتفاضة في مرحلة العصيان المدني والاعتصام الطلابي سيحقق لها مزيدا من الزخم ويعجل بانتصارها بإذن الله. هذه الوحشية التي جوبها بها المنتفضون لن تؤثر في معنوياتهم. بالأمس يعني في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية والساعات الأولى من هذا الصباح الفجر شنوا الهجوم الأعنف على ساحة التحرير بالغازات المسيلة للدموع وبالإطلاقات النارية من مختلف الأنواع، ولم يؤثر هذا كما قلنا على المتظاهرين، بل عادوا وتجمعوا ويعني واجهوا آلة القمع بمزيد من الصمود ومزيد من الإصرار على تحقيق منجزاته، يعني تحقيق أهدافهم وصولاً إلى المنجز الأكبر. يبقى معنا لو سمحت أستاذ مصطفى كامل. أستاذ نظير، أصبحت هذه التظاهرات على مساحة واسعة أخذت بدائرتها تتسع وأخذت بالانطلاق، تحولت من مجرد تظاهرات أو انتفاضة إلى اعتصام مدني يعني أو اعتصام طلابي، بدأت ربما في محافظة النجف، ربما ستنطلق لتشمل باقي المحافظات. يعني دخول الطلاب أو الطلبة أو المؤسسة التعليمية في هذه التظاهرات، البعض يصف ذلك ويقول بأنه في تاريخ العراق الحديث ما أن اشترك الطلبة في تظاهرات ما إلا وسقطت أنظمة. كيف تقرأ هذا المستجد وهذا التطور في
سير التظاهرات في العراق؟ يعني أنا أريد أن أؤكد حقيقة ليست خاصة في العراق، إنما في تاريخ الشعوب كلها، عندما يشترك الطلاب في ثورة ما فالموضوع يصبح خطر شديد على النظام الحاكم، كون إن هذه الشريحة ليست شريحة بسيطة، هؤلاء الطلبة من عندهم سيكون الموظفون، من عندهم سيكون قادة المستقبل، بل هي الشريحة الواعية والمثقفة التي تقود المجتمع بشكل عام. وعندما تنحاز هذه الشريحة المهمة لجهة ما، فتيقن بأن الكفة الراجحة ستكون لها. وهذا الانحياز الآن لطلبة العراق إلى قضية أمته وقضية بلده هو تحول نوعي كبير. بدأ صحيح أن التظاهرات بدأت بالناس الذين لديهم مسؤوليات، الذين يبحثون عن عمل، لكن عندما تحولت إلى موضوع أن يصل إلى القطاع الطلابي، إلى الطلبة والأساتذة ونقابات المعلمين، فالأمر اختلف. الأمر أصبح أكثر يعني ربما نسميه إلى أدلجة هذه الانتفاضة بحيث يكون لها بعد فكري. هذا يدلل على أن هذه الثورة سائرة إلى طريق صحيح، وهذا الطالب من المستحيل أن يستبدل ثورة السلمية بثورة مسلحة مثلا. والاتهام لمثل هذه الشرائح بأنها ربما تكون يعني غوغاء أو مندسين، هذا لا ينطبق عليها هذا الاتهام أبدا. وكأن الطلبة ينظرون إلى مستقبلهم قبل تخرجهم، وهم ينظرون أقرانهم الذين تخرجوا لا عمل لهم. نعم، لا وظيفة لهم. يرى من تخرج ومن هو يحمل الشهادات العليا، فبالتالي هو يخرج لمساندة أخيه الذي تخرج ولم يجد له أي عمل. نعم، أنا أقول يعني دائما ما أكرر بأن الشاب عندما ينتفض ويثور هو يفكر بطريقة مختلفة عن الذي مثل أعمارنا. هذا الشاب الذي العشريني يفكر أن لديه إذا يعني مد الله في عمره ربما 50 عاما هو يعيشها. كيف سيعيشها؟ هو يريد أن يضمن حياة رغيدة، حياة فيها حرية، حياة فيها سعادة. إنما في هذه الظروف الحالية فلن تتوفر مثل هكذا الظروف. لذلك هو ينتفض لإيجاد مستقبل جيد لنفسه ولمن بعده. اللافت أيضا أستاذ مصطفى كامل أن يعني ما يجري في هذه التظاهرات الحالية يعني لم تشهده التظاهرات التي سبقتها، وخصوصا دخول العنصر النسوي لمساندة الأخ ومساندة الأب، وهناك من استشهد أبناؤهن فخرجنا ليساندوا المتظاهرين من أجل تحقيق المطالب بإسقاط النظام. يعني كيف تنظر إلى هذه الميزة التي امتازت بها هذه التظاهرات باشتراك العنصر النسوي أيضا لمساندة الرجل في مطالبتهم المشروعة بإسقاط النظام في العراق ومنظومة العملية السياسية الفاسدة؟ هناك شعار يقول أن الثورة امرأة، والحقيقة عندما تشترك القطاعات الشعبية والجماهيرية الواسعة في أي انتفاضة فبالتأكيد أن هذا دليل على صواب مسارها وعلى يعني دقتها في اتساع انتشارها، وعلى دقتها في اختيار شعاراتها، وأيضا في صواب منطلقاتها. وبالتالي عندما تحولت كما قلنا هذه الانتفاضة التي قام بها شباب بعراة الصدور لا يحملون سوى العلم، تحولت الآن إلى اعتصامات طلابية وإلى عصيان مدني بدأ يتسع تدريجيا، فهذا دليل على صواب مسار هذه الانتفاضة. وبدخول العامل النسوي لا شك أنه سيلهب من حماس هؤلاء المنتفضين ويعزز من صمودهم، ويؤكد على أن الذين انتفضوا ليسوا شريحة واحدة من شرائح المجتمع فيطالبون ببعض الحقوق الخاصة بهذه الشريحة، وإنما هي مطالب تعبر عن الشعب العراقي كله. عندما ينتفض النساء نعم، والرجال والشباب والأطفال والطلاب في مدارسهم والموظفين في مؤسساتهم الرسمية، فهذا دليل على أن هذه المطالب التي يعني تخرج بها هذه الانتفاضة هي مطالب شعبية وليست مطالب لفئة محددة. عندما كان يقال أن في السابق أن هناك
مطالب بالتعيين أو بإيجاد وظائف أو كذا، الآن انتهت هذه المطالب، الآن أصبح المطلب المؤكد هو الحديث عن إسقاط النظام، وبات الهدف الكبير هذا معلنا في كل مكان، إضافة إلى الهدف الذي يترافق معه وهو رفض الاحتلال الإيراني، رفض هذا المشروع الفارسي الذي يمتد من طهران ويريد أن يعبر من خلال العراق إلى الأمة العربية كلها. الآن هناك رفض كبير وهذا لهذا المشروع الفارسي، وهناك دائما نداءات كبيرة يعني متصاعدة ضد إيران واحتلالها للعراق. في بغداد هذه الأصوات تتصاعد يوما بعد آخر، في النجف، في كربلاء، في ذي قار، هناك رفض الميليشيات، هذه مسألة بالغة الأهمية، هناك تحدي كبير للميليشيات وسطوتها الإجرامية، هذه الميليشيات التي كانت تفرض أتاواتها وسطوتها الإرهابية على كل المجتمعات وخصوصا من بغداد جنوبا، الآن بدأ رفض كبير لهذه الميليشيات، وهناك تحدي كبير لها. بالأمس عندما خرج زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابي قيس الخزعلي وهو يتوعد الذين ثاروا في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في جنوب العراق، وقاموا بالاقتصاص من قاتل إخوانهم وأبنائهم وهو مسؤول الميليشيا في تلك المدينة، توعد بأن يؤخذ منهم الحق كما قال مربع باللهجة الشعبية. خرج أبناء العمارة في رفض كبير لهذه الادعاءات أو لهذه التهديدات عفوا، وواجهوه بالاسم وبالكنية معبرين عن رفضهم لهذا التهديد الوقح. هؤلاء الشباب يتقدمون يوما بعد آخر إلى تحقيق منجزات هذه الانتفاضة، والآن الانتفاضة حقيقة يعني أوصلت المسؤولين في عصابة المنطقة الخضراء إلى مرحلة الانتحار السياسي. كل هذه الإجراءات التي يتخذونها اليوم، صوت مجلس البرلمان المنطقة الخضراء على جملة من الإجراءات الشكلية، بالأمس صدرت بعض يعني التصريحات من بعض المسؤولين، من عادل عبد المهدي يحاول أن يفرض الأمن بجيشه أو بقوة مكافحة الإرهاب وشابه. كل هذه عبارة عن انتحار سياسي، تعبير واضح عن الانتحار الذي حالة الموت الذي بدأ يدب. اسمح لي أستاذ مصطفى أن أنتقل للأستاذ نظير الكندوري، ابقى معي لو سمحت. مع ازدياد زخم التظاهرات، جملة إجراءات حكومية تتخذها الحكومة، يعني مثل حظر التجول ليلا وغيرها، بالإضافة إلى القمع الحكومي ومواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي وبعمليات القنص، كلها من أجل يعني إنهاء التظاهرات في العراق. هل من أثر ربما لهذه الإجراءات كاستهداف المتظاهرين أو حظر التجول ليلا أو حتى الطلبة؟ والطلبة معروف عن تظاهرات الطلبة أنها على مر تاريخية تظاهرات سلمية، لم نشهد تظاهرات للطلبة مسلحة أبدا، وأن التظاهرات في العراق حتى الآن هي سلمية وستبقى سلمية، ولكن يعني ما أثر استهداف المتظاهرين المتواصل؟ هناك أنفس تزهق، هناك أرواح تزهق، هناك الكثير من الشباب بعمر الورود يسقطون شهداء وآلاف الجرحى. يعني من يراقب الوضع الآن، يعني منذ 25، يعني هذا الجولة الثانية للانتفاضة من يوم 25 ولحد الآن، على ما يبدو أن النظام قد حزم أمره تماما، هو الخيار الأمني، وكل الادعاءات بأننا يعني نوفر ما تريدون ونستجيب لمطالبهم، كل هذا بدأ أدراج الرياح وتبين أنها زيف، إنما هي القوة والبطش ناتجة عن عقلية أمنية، عن عقلية تسلطية، عن عقلية فوقية على الشعب، بحيث أنه يقولون سنقتل كم شخص ما ونجرح كم شخص ما،
وستنتهي الانتفاضة ويذهبون إلى بيوتهم، هكذا يفكرون وبهذه السذاجة يفكرون، ولا يعلمون بأن هذا الشعب قد تحملكم مدة 16 سنة من فشل إلى فشل وإلى فشل أكبر، ولا نتيجة ترجى من إصلاح يلوح بالأفق. الشيء المهم يعني يجب أن نركز عليه، يعني ربما نجانب الحق عندما نقول إجراءات حكومية، إنما الحكومة هي أسيرة للميليشيات. القرار الأمني ليس بيد عادل عبد المهدي، القرار الأمني تجده عند أبو مهدي المهندس، عند قيس الخزعلي، عند هؤلاء قادة الميليشيات، هم من يقررون ماذا كيف يتعاملون مع هؤلاء المتظاهرين. وكلما تزداد يعني إجراءاتهم العنيفة وكلما يزداد بطشهم بالشعب، النتيجة كانت عكس ما كانوا يتوقعون، ازدادت أعداد المتظاهرين واتسعت الرقعة الجغرافية للتظاهرات ودخلت شرائح مجتمعية جديدة. هذا يدلل على أن هذا الحل غير ممكن، والنتيجة ربما يعني نكاد أن نجزم بها بأن هذا النظام زائل. وأكبر دليل عليه أن هذه القرارات التي تصدر الآن من ما يسمى بمجلس النواب وما قرارات مجلس الوزراء، والذي يعني من حيث كقرارات ويعني كلام مكتوب على الورق، هي تنازلات عظيمة قدموها وانفراجة كبيرة، ولربما بعض السياسيين يطالبون الآن بنفس مطالب المتظاهرين. يعني يأتي الآن زعيم التيار الصدري ويقول نريد انتخابات مبكرة جديدة لا يشترك فيها أي سياسي من السياسيين الحاليين، وطبعا هذا مطلب جماهيري حاليا، لكن يا ترى هل هو صادق في هذا الكلام؟ هل هو الآن يحاول أن يردد ما يقوله المتظاهرين للتقرب من هم؟ هذا يعني أنا أقول لهذا الرجل قد فاتك القطار، لن تعد تلحق بالمتظاهرين. المتظاهرون تجاوزوا كل هؤلاء، تجاوزوا كل هؤلاء. وفق المعلومات التي تردنا والأنباء التي تستجد، هناك يعني تطورات جديدة لهذه التظاهرات ستتخذ شكل الاعتصام. يعني ماذا يعني أن تتخذ التظاهرات أو أن تتطور على شكل اعتصام للمتظاهرين؟ نعم، أنا أرى هذه الدعوات على مواقع التواصل على تويتر حصلت بالفعل في النجف. نعم، هذا الاعتصام معنى خطير بالنسبة للدولة أو بالنسبة للنظام، معناها شلل كامل يعني مفاصل النظام، شلل للحياة العامة. وبالتالي وماذا يعني هناك من يتساءل يقول وماذا كان يقدم النظام لكي يشل؟ هو بالأساس هو مشلول. لا، أنا أقصد فعاليته كنظام. يعني هو لا يستطيع البطش إذا لم تكن المواصلات مهيئة، لا يستطيع أن ينفذ ما يريد إذا لم تكن هناك دوائر دولة يعني تمشي في أعمالها. إذا استطاع المتظاهرون أن يمنعون التواصل ما بين مفاصل النظام، واستطاعوا أن يحولوا دون يعني استمرارية الدوام في الدوائر الحكومية، يعني نكون أمام حالة لا دولة، حالة أن النظام ربما لا يصمد سوى أيام في موضوع العصيان المدني. وأنا أتوقع يعني لو كان الشعب العراقي وصل إلى هذه المرحلة من العصيان، فأنا أبشرهم بأن النظام سيكون لا محال زائل. موضوع العصيان المدني موضوع مهم جربته كثير من الشعوب. يعني أقرب مثال وأشهر مثال الهند جربوا العصيان المدني بحيث ركعوا بريطانيا التي كانت لا تغيب الشمس عن أراضيها، بمجرد أنهم أوقفوا فقط معامل القطن ركعوا بريطانيا. فالأمر ليس سهل، يعني عندما تتوقف كل دوائر الدولة، عندما تتوقف المواصلات والاتصالات ولا يعود هناك أي معلم من معالم الدولة يتحرك، فمعناها أن النظام سينهار في هذه النقطة يعني سريع. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال لأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، لعل من أثر استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي وبعمليات القنص هو هذه الدعوات التي الآن أصبحت أمرا واقعا ربما للاعتصام. ما هو أثر استهداف المتظاهرين السلميين على سير هذه التظاهرات؟ هذه العصابة الدموية الوحشية التي قاتلت العراقيين وقتلتهم منهم
وسرقت أموالهم ليس من بعد غزو العراق وإنما منذ مطلع ثمانينات القرن العشرين. هؤلاء لا يريدون أن يفهموا أن الدماء حناء الثورات كما يقال، وبالتالي فإن أي قطرة دم تسفك على أرض العراق ستزيد من اشتعال ووهج هذه الانتفاضة الشعبية المباركة، وبالتالي لا يمكن لإجراءات أمنية وعقلية ميليشياوية أن تتحكم بهذا المشهد الذي بات يعني ينفلت يوما بعد آخر من أصابع هذه العصابة. كما قلت لك، هؤلاء يسيرون على طريق الانتحار السياسي، وكل الذي يصدرونه من قرارات أو من تصرفات أو من إجراءات أو من استبدال لشخصيات حكومية بأخرى أو ميليشياوية بأخرى كلها تعبير عن حالة الانتحار السياسي الذي وصلوا إليه. الآن لم يعني تجاوز الأمر مسألة الاعتصام، مسألة الاعتصامات في الخيم وفي الساحات الأمر تجاوزها، الآن الأمر تحول إلى حالة العصيان المدني. الآن حالة العصيان المدني التي أعلنت من قبل المعلمين، الأضراب الذي أعلن من قبل نقابة المعلمين ومن قبل نقابة المحامين، هذا سيؤدي هؤلاء هاتين الشريحتين المعلمين والمحامين زائدا الطلبة لاعتصام الطلابي وهو ما تحدثنا عنه وربما سنتحدث عنه أيضا. هذه الشرائح الثلاثة هي الأوسع انتشارا في كل مكان في العراق، موجودة في كل قرية، في كل ناحية، في كل مدينة وفي كل محافظة، ومن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. الآن هذا العصيان المدني، تحولنا إلى موضوع العصيان وتجاوزنا موضوع الاعتصامات وتحولنا إلى موضوع الاعتصام الطلابي والعصيان المدني، وهذه مراحل كما قلت متقدمة من الانتفاضة ومن الثورات. الجميع يعرف أن هذه الشرائح الأساسية في المجتمع، المحامون، المعلمون، الطلاب، هؤلاء عندما يلتحقون بهذه الانتفاضة فإن الأمر أصبح باتجاه مسار آخر، لم يعد الأمر قادرا يعني لم تعد السلطة قادرة على استيعاب هؤلاء الشباب فقط. الآن هناك شرائح مهمة، وهي شرائح لها حضورها كما قلت لك وفي كل مكان، وأيضا رجالا ونساء، يعني هذه نقطة بالغة الأهمية، وبالتالي لن يكون بالإمكان معالجة الأمر من خلال إجراءات إرهابية. الدماء حناء الثورات، كلما سقط شهيد وكلما أصيب مواطن نحن لا نتمنى أن يسفك دم مواطن، وعلى الإطلاق نسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل، ولكن للثورات ثمن، ولهذا التحرر ما يحصل في العراق مشروع خطير وتدميري كبير، وبالتالي له ثمن، الانعتاق منه أيضا ثمن كبير. لن يكون بالإمكان على الإطلاق ردم ما حصل من فجوة، ولن تكون بالإمكان، لن تكون هناك إمكانية للعودة إلى الوراء. ما حصل منذ الأول من تشرين وفي الخامس والعشرين من تشرين لن يكون بإمكان عودة الأقارب الساعة إلى الوراء، الساعة تتقدم إلى الأمام. المسافة الفاصلة بين سقوط النظام وما نحن الآن فيه هو مجرد إعلان سقوط هذا النظام. اسمح لي أن أنتقل للأستاذ نظير الكندي. أستاذ نظير، يعني مع أن العصيان المدني هو تطور نوعي في سير التظاهرات في العراق، هناك يعني تبرز تصريحات من مشاركين في العملية السياسية بأنهم يرجون لو أن تكون هناك انتخابات جديدة على أسس جديدة، يعني منهم الصدر يتحدث عن أنه يرجو انتخابات جديدة. هناك محاولات من قبل البعض توصف بأنها ركوب موجة التظاهرات الآن. نعم، بالتأكيد هو لا ينطبق عليه وصف سوى وصف ركوب موجة المتظاهرين، ويريد أن يبدي للشعب بأنه هو جزء من عندهم وهو أحد المناضلين في موضوع الإصلاح وموضوع محاربة الفساد، ولكن تبين بالحقيقة أنه أحد أهم عناصر الفساد، وتبين هذا الأمر ليس فقط للعارفين إنما حتى الناس البسطاء. الآن الشاب العراقي وبالأخص الشاب الشيعي قد تبين له زيف الكثير، زيف الأحزاب وزيف المرجعيات وزيف من يدعي بأنه يريد الإصلاح،
كل هذه الأمور قد بان زيفها، والدليل أنهم أحرقوا مقرات هذه الأحزاب، والدليل أنهم بدأوا ينتقدون المرجعيات علنا أمام كاميرات الفضائيات، وهذا يدلل على أن هناك صحوة كبيرة عند هؤلاء الشباب، وتجاوزوا موضوع الطائفية. لم نسمع لحد الآن في التظاهرات لا شعار طائفي ولا انتقاص من أي مكون عراقي، الكل الجميع يرفعون راية العراق وينتمون إلى العراق ويقولون نحن نضحي من أجل العراق. هذا تطور نوعي، هذه فرصة مثالية لإعادة اللحمة الوطنية العراقية، وإذا لا سامح الله فاتت هذه الفرصة فسيرجع هذا النظام بأبشع مما كان، وسينفذ الأجندة التي كان مستمرا عليها ولكن بطريقة أبشع. أنا أقول أن هؤلاء السياسيين الذين يريدون يركبون الموجة يرددون نفس الشعارات التي يرددها المتظاهرون. ما معنى أنه قول الصدر أننا نريد انتخابات جديدة من غير السياسيين الحاليين؟ كم انتخابات لحد الآن منذ 2003 ولحد الآن؟ عدة انتخابات لم تفرز طبقة سياسية تمثل الشعب العراقي بشكل صحيح، وإلا لو كانت كذلك لما رأينا هذا السوء الحالي. لو كان الشعب يعني الشعب العراقي قد انتخب ممثلي بشكل صحيح لما وصلنا إلى هذا الفساد الذي نعيش فيه. وهذا يدلل على أن كل الانتخابات كانت مزورة وكلها زائفة، وكلهم السياسيون يصلون إلى المراكز السلطة ليس حبا في الوطن ولا لأجل العمل لهذا الوطن، إنما العمل لأجل جيوبهم والعمل لإرضاء عمالاتهم خارج الحدود، وهذا هو الهدف من هذا البلد. كل سياسي في من هؤلاء الطبقة السياسية هو يعني يعتقد أن المنصب هو فرصة مثالية للسلب والنهب وليس فرصة مثالية لخدمة هذا الوطن، بدليل هذا الانحدار الذي وصل إليه العراق وأرجعنا إلى عشرات السنوات إلى الوراء. هذا الشاب العراقي فهم كل هذا ويعرف بأن الاستمرار بهذا الحال سوف يوصلنا إلى دول ربما يعني مثل دول وسط أمريكا اللاتينية. هذه الدول طبعا متخلفة بشدة وليس فيها حياة يعني ديمقراطية وانقلابات وتعاني من تفكك اجتماعي، يريدون أن يوصلون إلى هذه الحالة، لكن بهذه الانتفاضة أثبت العراقيون بأنهم شعب حضاري. كل هذا الظلم وكل هذا الضرب لم يجنح إلى حمل السلاح، بالرغم أن الشعب العراقي كله مسلح وكله قادر على حمل السلاح واستخدامه، لكنه آثر أن يكون شعبا مسالما حضاريا يحاول أن يغير واقعه بطرق حضارية وبطرق سلمية. طيب أستاذ مصطفى، يعني لماذا تتأرجح مواقف السياسيين أو بعض المشاركين في العملية السياسية ما بين اتهامات للمتظاهرين بتلقي تدريبات في دول أوروبية وكذلك بالحصول على تمويل من دول خليجية، ومواقف أخرى أيضا إلى الطرف الآخر ترجو أن تكون هناك انتخابات جديدة من أجل أن تستمر هذه الوجوه في العملية السياسية التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها؟ أنا حدثتك عن الانتحار السياسي الذي يعيشه هؤلاء المجرمون الذين يتحكمون بالعراق، وبالتالي هذه التصريحات هي تعبير عن هذه حالة الرعب والهلع التي يعيشونها، وماضين هم في طريق أو ماضون في طريق الانتحار، لأن مواجهة الشعوب دائما خاسرة، الذي يواجه شعبه خاسر. هؤلاء لا يمكن أن يستطيعون أن يواصلوا إلى أبد الآبدين مواجهة هذا الشعب بالحديد والنار. التصريحات الآن بعض، هناك من يحاول أن يقفز من السفينة الغارقة، هناك من يحاول أن يركب الموجة، هناك من يحاول أن يتمرد ويتشدد. هؤلاء يعني حالة من فقدان الاتزان وفقدان الوعي، وبالتالي هم لا يعرفون ماذا يفعلون أمام هذا الطوفان الهائل الذي بدأ يعني يواجههم بكل قسوة وبكل شدة. هؤلاء يريدون أن يضحكوا على الشعب بهذه القرارات التي يصدرونها هنا أو هناك، والمواطنون يرفضون هذه الإجراءات الترقيعية. لم يعد هناك مجال لهذه الإجراءات الترقيعية التي تجري من هذا
طرف أو ذاك يتحدث برهم صالح عن قانون جديد للانتخاب، مجلس النواب المنطقة الخضراء يتحدث عن تعديل الدستور، عن إلغاء بعض الامتيازات المادية. هذه كلها تفاهات لم تعد مجدية ولم تعد قادرة على تخدير الشارع. المواطنون الآن يعني هدفهم واضح، هو إسقاط النظام ورفض الاحتلال الإيراني الذي يمسك بهذه العصابة ويديم آلة القمع وآلة الإجرام تجاه العراقيين وسرقة العراقيين. لا يمكن لهذه الإجراءات أن تحدث أي أثراً في الواقع. نحن رأينا كل الأيام الماضية كلما حاولت، وخصوصاً في المرحلة الثانية من انتفاضة تشرين، كلما حاولت العصابة الظهور بمظهر التقرب من معاناة المواطنين أو الضحك عليهم، كان الشعب واعياً تماماً لرفض هذه الألاعيب. الآن شعار واضح وإسقاط النظام. لم تعد هناك مطالب خدمية، لم تعد هناك مطالب بالتعيين، لم يعد هناك نداء بالماء أو الكهرباء أو شيء من هذا القبيل على الإطلاق. هناك الآن رفض لكل هذا النظام الفاسد المجرم الذي استباح العراق منذ 16 سنة. الإجراءات التخديرية لم تعد تعني شيئا، والمواطنون واعون لهذا. هذه النقطة بالغة الأهمية. النقطة الأخرى بالغة الأهمية أنه منذ 16 عاما لم يكن في مقدور هؤلاء السياسيين بين قوسين طبعا، لأنهم كلهم مجرمون وميليشياويون وإرهابيون، لم يكن بمقدورهم لحشد الأتباع إلا إثارة النعرات الطائفية والحديث عن تمويل من هنا أو هناك. هذا الكلام الآن يعني أصبح الطفل العراقي يستهزئ به. اليوم وزارة الخارجية في صربيا أعلنت رفضها لما جاء على لسان المجرم باقر سولاغ الذي تحدث عن تدريب لبعض المواطنين العراقيين في صربيا. هو من تحدث وقال إن هناك تدريبات يتلقونها وزارة الخارجية الصربية أعلنت رفضها لهذه الادعاءات. الآن نعم العالم ساكت، لحد الآن العالم ساكت، لكن سكوت العالم لا يعني رضاه. هنا فرق كبير. العالم يسكت لحين بروز أولا هذا مشروع كبير ومشروع إجرامي يعني تحقق في العراق على يد المحتل الأمريكي والإيراني، وبالتالي ليس بالإمكان التنازل عنه بسهولة. ولكن أيضا يعني العالم عندما يسكت الآن ليس رضا، وإنما انتظارا لما سيحدث. عندما تميل الكفة إلى صالح المواطنين المنتفضين سنجد المزيد من التأييد الرسمي والشعبي والإعلامي لهذه الانتفاضة المباركة. الآن نعم هناك سكوت، هناك إحجام عن تأييد المطالب العراقية، هناك تغاضي عن الدماء العراقية التي سالت، هناك لغة جوفاء بائسة في البيانات التي تصدرها هذه الجهة الدولية أو تلك. ولكن عندما يتحول الأمر إلى مزيد من القوة في موقف المنتفضين، ومزيد من الانهزام والضعف في موقف العصابة المتحكمة في العراق، وهو حاصل إن شاء الله بمرور الزمن، كما قلت لك لم يعد بيننا وبين سقوط هذه العصابة إلا إعلان سقوط. ابقى معي أستاذ مصطفى كامل. نعم أستاذ نظير، يعني من وجهة نظرك، يعني البعض يرى بأن مسلسل الاستقالات أو الحديث عن استقالات السياسيين ربما يعني يحدث أمرا في سير التظاهرات، إلى أي مدى ترى أن ذلك منطقي؟ نعم، أنا يعني أصف ما يحدث الآن هو عبارة عن صراع ما بين شعب مظلوم مثل الشعب العراقي وما بين نظام متسلط ميليشياوي يضطهد هذا الشعب. ويوم بعد يوم كفة هذا الشعب ترتفع وترجح، والكفة التي تمثل النظام والميليشيات هي التي تنخفض وتتهاوى. الآن نرى الاستقالات على مستوى البرلماني، لحد الآن أعتقد وصل العدد إلى 6 برلمانيين.
واليوم سمعت استقالة وزيرة التربية من الوزارة، ولا نعلم ربما غدا ستتوالى الاستقالات، ظنا منهم بأنهم الآن هم يقفزون من المركب الغارق لينجوا بأنفسهم، وكأن الأمور بهذه البساطة، فقد قدم استقالته وقد أخلى مسؤوليته طيب من الجرائم التي حدثت. طيب ليس هناك فقط جرائم ارتكبت، هناك أيضا أموال للعراقيين. نعم. هناك الكثير من الأموال يعني المسروقة يعني يطالب بها الشعب العراقي. نعم، في مرحلة ما بعد هذه التظاهرات هم المسؤولين على هذا النهب الذي حدث طيلة هذه السنوات 16، هم المسؤولين عن نهب الخيرات، هم المسؤولون عن وضع البلد في مديونية تجاوز 125 مليار دولار للبنك الدولي ودول أخرى. هذا كله مسؤولية. هل أنا يعني أنجو بنفسي من هذه المسؤوليات حينما أقدم استقالتي من منصبي؟ سوف لن ينجون، هؤلاء كلهم مطالبون، وأي يعني حكومة قادمة تكون منبثقة من الشعب ستداعي بآخر دينار قد سرق ونهب، وتدعي بحق آخر قطرة دم قد أريقت بسبب هؤلاء. هؤلاء مجرمون لن يفلتون من العقاب، يعني استقالاتهم لن تعفيهم ولن تنجيهم من العقاب، وسيحاسبون ولو كانوا في آخر الأرض، سيأتي بهم الشعب العراقي لدفع الثمن غالي لهذه الجرائم. يعني تتوقع أن تكون هناك ربما مرحلة بعد هذه التظاهرات هي مرحلة المطالبة بأموال العراقيين التي يعني تلاشت من خلال عمليات صفقات الفساد وغيرها؟ يعني أنا أقول لك لنكن أكثر عمليين، يعني الآن التحدي الذي هو نصب أعين المتظاهرين ونصب أعين الشعب العراقي الآن هو في كيفية التخلص من هذه المنظومة السياسية الفاسدة. التخلص فيها هو الهدف الأساسي الآن، لكن حينما نتخلص منها وينبني بناء يعني النظام السياسي ينبني بشكل صحيح منبثق من الشعب العراقي، تبدأ مرحلة المحاسبة وتبدأ مرحلة استعادة حقوق العراقيين المنهوبة من أموال مسروقة ومن دماء سفكت بغير حق ومن أناس مغيبين ومدن هدمت على رؤوس أهلها. كل هذا سيتم يعني وضعه بالحساب، وإلا كيف تتحقق العدالة وكيف نحقق ما يريد الشعب؟ اسمح لي فقط أن أتحول للأستاذ مصطفى كامل. كيف تنظر أستاذ مصطفى إلى الموقف الإيراني، موقف النظام الإيراني مما يجري في العراق من تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام؟ أنا قبل أن أتحدث أجيب على سؤالك المهم، بودي أن أقول أن من يريد أن يقدم استقالته أو ينحاز إلى مطالب الشعب أيا كانت دوافعه، يجب أن نرحب بهذا الإجراء حتى نسقط هذا الجدار الذي بدأ يتخلخل ويتهاوى، وهو جدار العصابة المتحكمة بالعراق. أما موضوع استحصال حقوق العراقيين وسواء دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم أو مدنهم، هذه لا مساومة عليها، والقضاء هو الذي العادل الذي سيأخذ بحق العراقيين من هؤلاء المجرمين، ستقتص العدالة منهم، وبالتالي يجب أن نؤكد على أهمية مبدأ العدالة في تحقيق والقانون في تحقيق مبدأ القانون في تحقيق العدالة من هؤلاء المجرمين. موضوع النظام الإيراني، النظام الذي أو العصابة المتحكمة بالعراق هي إحدى مخالب هذا المشروع الفارسي الذي يمتد في لبنان من وسوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي بعض أقطار الخليج العربي وهكذا، ويتعدى أيضا إلى مديات أخرى. وبالتالي هؤلاء يعتبرون العراق حصة لهم. النظام الفارسي الإيراني يعتبر العراق حصة له، وهو غير مستعد للتخلي عنه. ويعني ما يصدر من تصريحات من أقطاب النظام في إيران هو تأكيد مبدأ أن هؤلاء ينظرون إلى العصابة المتحكمة بالعراق على أنها صنيعتهم وهي امتداد لهم وهي مخلبهم القذر في تحقيق مآربهم من شعب العراق الذي عرف عنه على مر التاريخ منذ يعني ما قبل الميلاد
عرف عنه تصديه لهذا المشروع الفارسي الذي واجه العراقيين وواجهه العراقيون مهما تبدى بأشكال متعددة يعني عبر التاريخ. من هنا كانت ضراوة الموقف الإيراني ضد المنتفضين ورفضهم لما يجري، وهو طبعا يعني تدخل سافر ووقح وقبيح في الشؤون الداخلية للعراق. ولا شك أن هناك الميليشيات التي تتبع لهذا المشروع الفارسي هي من يعني تحارب العراقيين وهي من تقتلهم. وأنا طبعا هنا لا أفرق بين أي من الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية والبرلمانية، فكلها بشكل أو بآخر خاضعة لهذا المشروع وهي جزء منه بشكل أو بآخر. بل إن الاحتلال لم يكن الأمريكي لم يكن يحدث في العراق إلا بدعم وإسناد من هذا النظام المجرم في طهران. النظام في بغداد سبق أن وصف النظام نعم استاذ مصطفى المشروع الفارسي، ولا يمكن أن يتخلوا عنه بسهولة، ولكن صمود العراقيين على مدى 16 سنة وفي هذه الانتفاضة سيسقطه وسيقطع هذا الإصبع كله بل واليد كلها وليس المخلب القذف. نعم استاذ مصطفى كامل، استاذ نظير، يعني سبق وان وصف النظام الإيراني التظاهرات في العراق بالمؤامرة، كيف ستواجه الميليشيات المدعومة من إيران إرادة الشعب العراقي بتحقيق الكرامة وتحقيق الإنسانية؟ يعني أنا لو شئت أن أفكر بنفس طريقة الميليشياوي، نعم. الميليشياوي الآن يفكر بأن هذه التظاهرات هي موجهة ضده، والمتظاهرين قالوها بصراحة، يعني برا لإيران، وبمعنى أن برا لأذنابها كذلك، فهي تعتبر هذه التظاهرات هي تحدي وجودي لها، وبالتالي فهي تستميت في قتال المتظاهرين، بل تثقل في سفك دمائهم، ويعني ربما تصل إلى حالة بأن مثل هكذا ميليشيات لا يمكن يعني عودتها إلى الصف الوطني إلا بتصفيتها تماما. لكن أنا يعني ربما أجيز لنفسي أن أتكلم بما يتكلم به المتظاهر العراقي الذي موجود في الشارع العراقي، وأقول لأفراد هذه الميليشيات، هناك الكثير منهم انتمى إلى هذه الميليشيات ليس إيمانا بأفكارهم وليس لأنه يريد أن يكون عميلا لإيران، إنما لأجل لقمة الخبز. بعدما أن جوع الشعب العراقي اضطر الناس أن يتطوعون في تلك الميليشيات لكي يعيشون. أنا أناشد هؤلاء أن الآن الفرصة مثالية لمثل هؤلاء أن يعلن براءته من هذه الميليشيات ويتركها ويوثق على نفسه هذه الترك وهذه البراءة من هذه الميليشيات، وسيجد صدور العراقيين مرحبة به، وسيجد الشعب العراقي مسامحا له. أما إذا بقي لحين سقوط النظام وهو ما زال في تلك الميليشيات فلا يلومن ما يفعله به الشعب. الشعب ربما سينتقم من هؤلاء المجرمين ويقدمهم إلى محاكمات، وسيكون مصيرهم واضح، يعني مصير المجرمين. لا يعني ما أقول أن هذه الآن فرصة مثالية لكي يعودوا إلى أنفسهم ويختاروا صف الشعب العراقي ويتركوا صف هذا النظام العميل لإيران. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو في هذه الحلقة، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا لك. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإلى لقاء آخر.